بعد سخريتها من والد محمد رمضان، مي العيدان تنشر على انستغرام صورة تقول بأن محمد رمضان قام بحظرها من حسابه على انستغرام، حيث قالت: رمضان سوالي بلوك على انستغرام، ويا ويح قلبي، الصراحة راح اموت وانتحر واطير النومة من عيني. شلون محمد رمضان يسوي لي بلوك؟ دامك مقد كلامك يا ورع عن صدام، ليش قلته؟ صدق من قال عيال. وكانت الإعلامية الكويتية قد أثارت جدلا واسعا بعد تنمرها على والد الفنان محمد رمضان. جاء ذلك بعد أن نشرت مي العيدان صورة قديمة للنجم المصري مع والده، وظهر فيها وهو يقبل يده، وسخرت في تعليقها من الأب وصفته بالمخيف. وكتبت مي العيدان في تعليقها على الصورة: لأول مرة صورة محمد رمضان مع أبوه، وي أبوه يخرع. لتتعرض إلى هجوم حاد من قبل متابعيها دفعها إلى التراجع عن نشرها وحذفها.